هالشاب مو مثل ما بتشوفيه من برا، عنده قلب أبيض وطيب كتير. مين بتقصد؟ فرهاد؟ ايه فرهاد، بيعتبر انه أنا ربيته. وقت بتشوفيه من برا بتحسي انه قاسي كتير، ما عنده شفقة أو مشاعر، بس الحقيقة هو مو هيك أبدا. انت بتشوفيه بني آدم عديم الشفقة؟ مو لشوفه بني آدم بالأول؟ خلي قلبك هو اللي يشوف هالشخص، يمكن يكون هو كمان حزين ومكسور، يمكن عم يجرح الناس لأنه انجرح. ما بفهم بهيك قصص أبدا. يمكن يمكن عم يعمل هيك مشان تفهمين. انت دكتورة ما هيك؟ ايه هيك. وقت عندك تحليل بتفكري بالقصة ألف مرة، وهلأ من نظرة واحدة بدك تحكمي على شخص. الحكم على الناس مو شي سهل يا بنتي، العيون بتخزلنا والعقل بيتشوش. الأفضل تشوفيه بقلبك مو بعيونك، لأنه القلب مستحيل إنه يحكم ظلم. فرهاد، يعني ما بدك تقلي مين كانوا هالرجال؟ يعني في ديون بيناتكن أو هيك شي؟ ايه صحيح، في بيناتنا ديون كبيرة، طلبوا بس ما دفعنا. فرهاد ما بدك نلعب بهذا الوقت؟ أنا بدي روح بعد شوي. ها؟ نلعب يا ختيار. بشو بدكن تلعبوا؟ أربع على الطاولة. الضيف المحترم ما بيطول بالسهرة، يلا يا بنتي انبسطت كتير بشوفتك، تصبحي على خير. وانت كمان. أكيد رح تلاقي كنز بقلب هالشجرة المعفنة. إيه وهلأ تصبحوا على خير، انبسطوا بالسهرة. الصبح برجع بجيبلكن فطور طيب من الضيعة، بيض بلدي وحليب طازج، زبدة بقرية، طعمتها بتجني. يسلموا يا ختيار. نحن ليش اجينا لهون فرهاد؟ كان عندي غير هدف بس الأمور اختلفت. معقول تضل عم تحكي معي بالألغاز طول الوقت؟ وانت رح تضلي عم تحكي كتير طول الوقت. رح نتواجه بكرة، لحد هلأ ما دفعتي تمن العملة اللي عملتيها مع رفيقتك. اعتبارا من بكرة. شو اعتبارا من بكرة؟ بدك تاخذني على مزرعتك قطع حطب ولا تحبسني وتتركني بلا اكل؟ شو بدك؟ اللي بيطلع بايدك اعمله وخلصني. امرك. شو شايفني ما بفهم؟ يعني لسه قبل كم ساعه من هلا كنا رح نموت، هلا بتقعد قدامي وبكل بساطه بتقلي لسه ما حاسبتك على اللي عملتيه مع رفيقتك؟ معقول انت وين رايح؟ وين رايح؟ قلي شو بعمل هلا؟ فيكي تنامي.